يا هالنشام. أتمنى الفوز لنشام المنتخب الوطني، وإن شاء الله بكرة المباراة تكون حاسمة لصالح المنتخب تبعنا ويحقق النتيجة الإيجابية بما أنه إحنا كان نتعادل. نتمنى الفوز للمنتخب الأردني إن شاء الله في مباراته مع أستراليا، وإن شاء الله نتيجة 2-0 إن شاء الله لصالح منتخبنا. إن شاء الله نتمنى لمنتخبنا الفوز إن شاء الله، والله يوفق الشباب، وإن شاء الله النشامة قدها، والله يوفق الشباب إن شاء الله في الإمارات العربية في دورة آسيا، يبيض الوجه إن شاء الله، منتخبنا ما بقصر. نتمنى الفوز للمنتخب الأردني النشامة. إحنا بنتمنى إنه منتخبنا الوطني يفوز على أستراليا. طبعا الفارق يعني بالنسبة للمستوى أكيد كبير، بس يعني ما في إشي بعيد عن شدة الهمة لما الواحد بشد همته، ولما بيحط هدف يعني أمام أعينه دائما تفائلوا بالخير تجدوه. بنتمنى إنه منتخبنا الوطني يفوز على أستراليا، يعني أنا بتوقع إنه يمكن يفوز 1-0. منتخبنا إن شاء الله يكون جاهزيته أحسن من ما كان في المباريات الودية. التشكيلة النهائية كانت شبه جيدة على المباراة الودية الأخيرة، فأتمنى يعني إنه نطلع نتيجة مشرفة، إن إحنا نحلم نفوز على أستراليا بالأداء اللي قدمناه صعب كثير، لكن إن شاء الله إنه نقدر نتخطى إحنا سوريا وفلسطين عشان نتأهل كثاني وليس كثالث من هالأربع ثوالث اللي بدهم يأهلوهم. إن شاء الله تكون خير لمنتخبنا. معتمدين إن شاء الله بحراسة المرمى على عامر شفيع وعلى ياسين الباخيت وموسى التعمري، وبالمنطقة الدفاع إن شاء الله على سالم العجالين وعلى مثال اللعيب الكبار بها عبد الرحمن. فإن شاء الله فانا بكرة الفوز، وبإذن رب العالمين متأهلين إن شاء الله على دور 16 ومن ثم على دور 8، ومتوقعين إن شاء الله نوصل لدور 4 إن شاء الله بإذن رب العالمين. إن شاء الله بكرة منتخبنا الوطني يكون قدها، وهم النشامة قدها وطول عمرهم قدها، وإن شاء الله أنا بتوقع النتيجة بكرة 2-1 المنتخب الوطني الأردني. يعني بغنى على التعريف اللعيبة، يعني هم مع المدرب بيدال ما شاء الله عنه، واللعيبة وقدها والنشامة ما شاء الله ما بتقصر، وإن شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني ونحصل المركز الأول في التصفيات.